بتوب ستوريز اليوم مشاهدينا موضوعنا هو صحتكم، الوقاية من الأمراض السرطانية وتحديدا من مرض سرطان الكولون كانسر. شو الرابط بين اللحوم الحمراء والكولون كانسر؟ تفاصيل أكثر مع ضيفنا. برحب بالدكتور مارسيل مسعود. أهلا وسهلا فيك دكتور مسعود، شرفتنا. حضرتك اختصاصي أمراض الدم والأورام، بالسنوات الأخيرة عم نسمع كثير عن كولون كانسر أو سرطان الأمعاء الغليظة الغليظ، وفي دراسات كثيرة أجريت حول العالم، النتائج بتختلف، ولكن الدراسات كلها أثبتت أنه في رابط بين كمية تناولنا للحوم الحمراء وسرطان الأمعاء الغليظ الكولون. مزبوط. دونك هودي كلها دراسات نحن بنعرفها قديمة. نعم. ومكتوبة بالكتب. اللي صار هلا اجتمع كثير أخصائيين، محدود 22 أخصائي وخبير من 10 بلدان مختلفة بليون، مدينة ليون الفرنسية، وأجروا إعادة دراسة، يعني عملوا تحليل، شغلة بنسميها ميتا أناليز الكلمة العلمية، ل 800 دراسة سابقة. هودي دراسات قديمة أجروا وكانوا ديجا ببليي، كانوا ديجا منشورين، يعني جمعوا كل النتائج، جمعوا كل الدراسات لكل النتائج لحتى يقدروا يجاوبوا على بعض الأسئلة، من بيناتهم إذا في رابط بين اللحوم الحمراء وسرطان الكولون، ولقيوا بالفعل انه صنفوا اللحم الحمراء كانه ماده مسرطنه الى حد ما، اما اللحم الحمراء المصنعه يعني شاركوتري صنفوها ماده مسرطنه مثل الدخان. يعني مش هي بحد ذاتها اللي بتسبب السرطان، هي اللي نحن بنعرضها، اللي بنعرضها له هو اللي بيخليها يعني تجمع مواد كيميائيه او مسببه للسرطان. هالشيء مزبوط بجزء، اول شيء اول جزء انه صار في ايفيدنس انه اللحم الحمراء بحد ذاتها بتزيد خطر السرطان، بس هذا الايفيدنس منه كثير كبير، بس اذا نحن بنحافظ على اللحمه بطريقه بنخلي بنحط فيها مواد، هالمواد بتخلينا تعرضنا زياده اكثر على السرطان. نحن لحتى نحافظ على اللحمه كيف نقدر نحافظ عليها؟ يا اما بنملحها، صحيح، يا اما بنقدقها، او بندخنها. هول الثلاث اشياء اللي بنعملهم باللحمه بيزيدوا ريسك اكبر. يعني دراسه خلصت لانه كل 100 جرام من اللحمه الحمراء بيزيد ريسك الكانسير الكولون بحدود 18%. اذا باخذ 50 جرام من الشاركوتري ريسك الكولون بيزيد 18%. نعم. دونك لكميه اقل من الشاركوتري بيزيد زيت نسبه الريسك، بس هون ضروري نحن نفسر للمشاهدين انه ما في خوف، ما في هلع، لانه هيدي الدراسات انعملت اكيد بالعالم الغربي، واخذوا دراسات كثير من امريكا، دراسات من اوروبا، من بلدان مختلفه، بحدود 800 دراسه، يعني جاي تقريبا من كل البلدان، وفي بلدان فيها تناول كميه اللحوم اكثر من بلدان ثانيه. صحيح. نحن بنعرف انه معدل الكونسوماسيون دول فيهم بالنظام الغذائي بطبيعه بلدهم حسب الكلتور، حسب كل نظام غذائي مختلف من بلد. في بلدان تتناول لحوم اكثر من غيرها، بلدان تتناول لحوم اكثر من غيرها بنسبه اكبر من غيرها، لذلك نسبه الكولون كانسر عندهم اعلى من غير البلدان. ولا هي الشغله، مثلا بنعرف باليابان بيتناولوا اسماك اكثر ومعرضين هن اكثر لسرطان المعده. نعم. بينما بالولايات المتحده معرضين اكثر لسرطان الكولون. اذا بناخذ حدا من اليابان بنحطه بالولايات المتحده اول جينيراسيون رح يعملوا كمان سرطان الامعاء مثل اليابانيه، بينما ثاني جينيراسيون يلي هي بتتعرض للعوامل وللاكل بتاكل اكلهم، فوالا بتاكل اكلهم، هي بتصير معرضه اكثر لسرطان الكولون. دونك العالم الغربي اكثر، طريقه تناول الاكل بالعالم الغربي بيزيد من نسبه سرطان الكولون. هون ما فينا ناخذ شغله ونجتزئها. دونك اللي بدنا نعرفه انه يعني عم نحكي هون عن دراسات عالمية، ولكن نحن بهمنا عنا بالمنطقة دكتور مسعود، قدي هالحالة هي شائعة علما أنه نظامنا الغذائي يعتبر صحي مقارنة بغير دول حول العالم. مزبوط، صح، النظام الميديتراني الغذائي بالحوض المتوسط هو نظام صحي. نعم. بالمبدأ هلأ بعد ما في دراسة بتقول شو هو النظام الأصح وقدي لازم ناكل لحوم بالنهار وقدي فينا لأي حد لازم ناكل لحوم، بينما أن المهم تنويع الاكل. نعم. نحن كثير مهم عندنا لانه بناكل كثير خضره، بناكل كثير فواكه، دونك هودي كثير اساسيات بنظامنا الغذائي، وهودي كثير بيحموا من مضار اللحمه، دونك دائما لازم يكون الرجيم اكيليبري.
لازم ناكل خضره وفواكه بقدر ما بناكل اللحمه، وما لازم نكون عم نكتر كثير اكل اللحمه. نحن اذا بنطلع بعوايدنا القديمه بنعرف انه نعمل لحمه مرتين او ثلاث مرات بالجمعه، يلي هي اليوم كل الاطباء حول العالم عم بينصحوا فيها ما نكتر كثير لحمه. اذا بنستعمل لحوم عاده كميات صغيره، كميات قليله بالطبخات اللي بنعملها، معروفين بالطبخات اللي بنعملها. هذه شغله كثير مهمه، وشغله اللي بدنا نركز عليها هن انه نوعيه لي مونجور دو فيوند، يعني العالم اللي بيتناولوا كثير لحمه هن عالم كمان بدخنوا كثير، هن عالم كمان بيشربوا الكول كثير، هن عالم عندهم نصاحه زياده، عندهم بدانه زياده، يعني نمط حياتهم غلط. نمط حياتهم كله غلط، وهو هيدا هالنمط الحياه المتكامل يلي بخلي يصير في سرطان القولون، بيزيد نسبه سرطان القولون. وامراض كثير غيرها. نحن اليوم اذا بنوقي شوي من مزبوط في امراض كثير، اذا بنوقي اليوم نحن منخفف كميه تناول اللحمه قادرين نوقي تقريبا 50% من سرطانات القولون، مش معناتها انه اذا واحد ما اكل لحمه ما راح يعمل سرطان القولون، لكن بنسبه اخف بكثير او اقل بكثير، اقل من غيره بكثير. هلا بس انا وضح شغله دكتور مسعود، انتم ما عم بتطالبوا انه نتوقف عن اكل هاللحوم المؤدده او المدخنه او المملحه، ولكن ذكروا بكميات انه لازم بكميات كثير قليله، بكميات كثير معتدله، ولازم يكون النظام الغذائي نظام اكيليبري، لازم يدخل بالنظام الغذائي مش لحمه بس، مش شاركوتري بس، لازم يكون حبوب وخضره والفواكه، النظام يلي نحن بناكله. يعني هون نحن لانه في ترند شوي بمجتمعنا هلا صرنا عم نلحق شوي الغرب بنظامه الغذائي، على الفاست فود، على الاشياء كلها المصنعه، لازم نهرب شوي من التصنيع. هذه شغله كثير مهمه، لانه بنعرف ان البرجر او ان كان الهوت دوغ او ان كان السوسيس او السلامه بيدخلهم كثير مواد حافظه، وهن فيهم بملحون كثير كميه الملح مزبوط بروسيس ميد المصنع، فيهم كثير مواد مضره وممكن تتفاعل بالجسم وتتحول لا مواد كيميائية مسببة للسرطان. خلينا بس نرجع شوي للعنوان، اللحوم الحمراء، شو يعني اللحوم الحمراء؟ عن شو عم نحكي؟ هي كل اللحوم اللي بتجي من العضل، من عضل كل الماميفير، الماميفير يعني في عنا لحم بقر، لحم بقر، لحم غنم، لحم خنزير، لحم أحصنة، لحم ماعز، هودي كلهم فاتوا بالدراسة، لحم الدواجن ما فات بالدراسة، إنما لحم الدواجن فات مع الشاركوتري. دونك بالشاركوتري في دواجن مزبوط بالاشياء المدخنه والمصنعه، يعني حبش مدخن كمان مزبوط ممكن بفوت بالشاركوتري وكمان بيزيد الريسك اكثر من غيره. اللحمه الحمراء هي اللي جايه من الماعز والبقر والحصنه والخنزير والغنم، هي لحمه حمراء. هلا كيف طريقه تناولها؟ هون كمان في عندنا مشاكل كثير لازم ننتبه لها. طريقة طبخ هاللحوم، طريقة طبخ اللحوم خبرنا شو بصير، لأنه في عملية بس عملية حرق الدهون بتتحول الدهون كمان لمواد مسببة للسرطان. مزبوط، هون شغلتين أساسيتين ما لازم يصيروا، أهم شيء ما يلحق النار اللحمة، لأنه إذا الشعلة لحقت اللحمة رح تتسبب بمادة كربون أسود. عم تسبب لنا أزمة دكتور، ما فينا ببل مشاوي منه، هذه من مأكولتنا الأساسية بلبنان. فينا ناكلهم باعتدال من وقت لوقت، وأنا عندي باربيكيو بنطبخ سي نورمال، بس مش ضروري كل يوم نتناول بهالشيء، لأنه كل يوم بنتناول بهالشيء أكيد رح يزيد الريسك أكثر. هي عملية ريسك. وهلا بنحكي شوي عن الوفيات بسبب اللحمة قد ايش. فإذا طريقة الطبخ أساسية، ما نحرق اللحوم شو ما كانت، يعني حتى الدجاج وبالأخص اللحم الحمراء لما نحرقها، يعني هالمواد السوداء اللي بنشوفها على بتكون هون هيدروكربور أمين بيقدروا يعملوا نحن مواد مسرطنة، أو إذا كمان لحقتها دغري على المقلي أو على المصبع كمان كانت على الحديد بتغير لونه بمجرد على الحديد تسود. فوالا على الحديد السخنه كمان طريقتها ممكن تزيد سرطان القولون. دونك هول الشغلتين لازم ننتبه لهم، لازم دائما اللحمه نخليها تكون مرتفعه تقريبا بحدود 15 سنتيمتر عن النار لحتى ما يلحق الشعله، اهم شغله. انواع اللحوم بتاثر بطريقه مختلفه على الكولن دكتور مسعود؟ لا ما في فرق بين لحم البقر ولحم الغنم، لا كلهم ذات الشيء. نعم ما في دراسه. ولكن بين اللحوم الحمراء والدجاج مثلا والاسماك كمان بياثروا بطريقه مختلفه على الكولن؟
ما فينا نعرف، ما فينا نجاوب. هون الشغله الاساسيه اللي بدنا نقولها للمشاهدين، وقت بيطلع دراسه ما فينا نحلل من الدراسه اكثر ما هي بتحمل. يعني الدراسه بس درست ريلاسيون بين اللحم الحمراء، لانه في رابط ولكن ما في ارقام تاكدت. ولا في ارقام تاكدت، تاكدوا انه 100 جرام من اللحمه كل يوم بزيد 18% ريسك. أوكي. بس ما اكدوا لا على اللحمه، لحم الدواجن، ولا على الاسماك. أكدوا على اللحوم الحمراء. مزبوط، أكدوا على اللحوم الحمراء. دونك ومنه كتير كبير. يعني إذا بناخد تقريبا نسبة الوفيات من اللحم الحمراء مونديالما كل سنة عندنا بحدود 50,000 إنسان. نعم. ممكن يتوفوا بسبب مضار اللحم الحمراء. بينما إذا بناخد هون عم نحكي عالميا. عالميا. نعم. عالميا. إذا بناخد الدخان كل سنة عندنا مليون إنسان رح يتوفوا من مضار التدخين. والشغلة الأهم اللي بدي أقولها، 600,000 بيموتوا من وراء الألكول، 200,000 بيموتوا من وراء التلوث، من وراء الهواء اللي بنتنشقه الملوث. 200,000 إنسان كل سنة بيموتوا بسبب هالشيء. يعني كل الفكرة بدها تروح هون لحتى نفكر كيف بدنا نعيش ببيئة سليمة. في كمان مواد سليمة مسرطنة موجودة بالهواء، بالهواء بالأتموسفير، يلي هن التلوث. كل شيء بسبب تلوث اليوم لازم نوعه لحتى نخلي الاتموسفير تبعه، الجلوب تبعنا، نتركه لاولادنا بالمستقبل بطريقه منيحه. والهواء اللي عم نتنفسه يلي هو ناتج منا عم بيزيد الريسك. دونك لازم هون كثير ننتبه على كل الامور. نظام اكل لازم عن جد يكون كثير صحي، نظام رياضي كمان اساسي. هيدي اللي كثير مهمه، يمكن بيسمح لنا ان نتناول كميات معينه من هاللحوم اذا قدرنا. مزبوط. نتخلص منها عن طريق الرياضه. ما بدنا نتبع بس نظام اكل، بدنا نتبع نمط حياه، والنمط الحياه اللبناني هو نمط حياه جيد. دونك لازم اكيد نكون نعمل سبور اكثر، لازم ما نكون سيدنتير، لازم نكون حركين كثير. نعم. ما لازم ندخن، ما لازم نشرب الكول اذا بدنا نشرب الكول بكميات كثير مودري، فوالا كونسوماسيون مودري. وزيت القصه كمان للحمه بنتناولها بطريقه كمان كثير مودري، يعني فيها ناكل مرتين او ثلاث مرات بالجمعه. هل وصلتوا لارقام معينه او كميات معينه مسموحه من اللحوم الحمراء اللي يمكن ما بنتخطى حد الضرر؟ بهيدي الدراسه ما قدروا اوضحوا هالشيء وما قدروا اثبتوا هالشيء. عم نسمع 100 جرام، 150 جرام. بس عارف انه بال 2016 رح تنطلق دراسه بتقدر تحدد هالامور. نعم. دونك ب 2016 جاي دراسه جديده قادره تحدد هالامور. يعني اليوم لنظام صحي كل شيء فينا نقوله لازم يكون اكيليبري. اذا اخذنا خضره، اذا اخذنا فواكه، ممكن تخفف من مضار اللحمه، سوق اللحمه على ال. بس نوضح للمشاهدين دكتور مسعود، هالدراسات ما بتنعمل على مدى وقت قصير، على مدى سنين، على مدى سنين بهالنتائج. عم نحكي 10 سنين واكثر. مزبوط. اوقات هودي دراسات كثير قديمه، يعني في دراسات كثير قديمه، وفي دراسات بالتسعينات، وفي دراسات بعام 2000. هلا هن سندوا على دراسات كثير كبار، دراسة بعد ما طلعش اون بوبليكاسيون، بعد ما انتشرت. هلا رح تصير النشر بالجمعة القادمة. بس كل شيء قدرنا عرفناه انه درسوا تقريبا 800 دراسة، مش انه على دراسة وحدة. دونك الايفيدنس منها كثير كبيرة، مشان هيك نحن لازم ننتبه بطريقة اكلنا. دونك ما بدنا نخاف، ما اصدروا هن بين انه لازم توقفوا اكل اللحمة لانه اللحمة مسرطنة، انما تناول اللحوم بكثرة ممكن يكون مسرطن للإنسان. مزبوط. وإذا كانت اللحمة مصنعة رح تكون نسبة الضرر منها أو تعرض لها أكبر السرطان من اللحمة الحمراء. هلا إذا اللحمة الحمراء بناكلها نية أحسن ما إنه ناكلها مشوية. صحيح، ولكن ممكن عرضنا حالنا لأمراض أخرى، لأمراض تانية وأمراض جرثومية، وخصوصا بلبنان هاي شغلة ما كتير بالعالم الغربي. في عندنا الحمى المالطية يلي هي كتير ريبوندو بلبنان، وعم نلاقي عن جد حمى مالطية كايات أحيانا كتير مزعجين وكتير صعبين. موجودة عنا، موجودة عنا، وعم نلاقيهم بكترة. دونك في كتير حمى مالطية، وهون أنا دايما بنبه يعني ما ناكل لحم المرضى اللحم الني كتير خطر، وخصوصا لأنه ما في رقابة كبير قوية على الأمور. حتى لو تلجوا لفترة معينة، هلا فينا نقول إذا تلجنا لفترة معينة ممكن مثل السوشي مثلا، السوشي بيتلج لفترة معينة حتى يقتل الجراثيم. بس كمان ما بنعرف الشين دو فروا شو بتعمل. صح. باللحمة. صح. دونك كل شغلة بتتعرض إلى اللحمة وخصوصا المواد الكيميائية بتزيد من خطرها. هلا في ناس عم بيحضرونا، فينا نقول شو المزبوط شو الأصح. صح. دونك بس إنه فينا نقول شو الأصح، الأصح إنه يمكن نتلجها لحتى
نقضي على الجراثيم منها، واذا بدنا ناكلها نيه بنقدر ناكلها نيه. الافضل اكيد تمرق على النار، بس تمرق على نار كثير عاليه. يعني في ناس ضاعوا عم يحضرونا هلا دكتور مسعود، انه بين انه ناكلها نيه ونعرض حالنا لامراض مختلفه جرثوميه، مزبوط، او ناكلها مطبوخه كثير وكمان نعرض حالنا لمواد كيميائيه مسرطنه. ما بدنا ناكلها كثير مشويه وكثير سوداء، بدنا حلوسه اللي هو انه نطبخها ولكن على نار واطيه وما نحرقها، على نار واطيه ومع الاكل كمان ممكن بكميات صغيره وبكميات معتدله بتكون هي كثير مهمه للانسان. في ناس عم يحضرونا هلا وبيعتقدوا انه القشه اللي عم نطعميها لهالحيوانات هي اللي عم بتسبب الامراض السرطانيه. هون في احيانا من الاشياء، في اشياء كثير عم بتاخذ للحيوانات، في كميه ادويه مهوله احيانا عم تنحط للحيوانات، وحتى طريقه تربيه الحيوانات صارت شوي غريبة. كمان في علامات استفهام، حتى في علامات استفهام ببعض الدراسات عن طريقة قتل الحيوانات. صحيح. لأنه بس بنقول بدنا نقتل البقرة أو المميفير لحتى ناخذ لحمته، عم نقتله بطريقة شوي قاسية، أو عم بتخلي يصير في عنا شيء اسمه ستريس، تعمل صدمة كبيرة قوية، ستريس أوكسيداتيف. الستريس أوكسيداتيف عم بغير باللحمة، عم بغير باللحمة، يفرز مواد سامة بقلب اللحمة، وعم نتناولها ممكن تزيد المخاطر. هيدي من وحدة من الإيبوتيزات يلي عم تطلع كثير. بتأمل يكون في دراسات حول هالشيء؟ بعد ما في دراسات كثير فعلية، بس في إيبوتيز إنه ممكن يكون في عنا هالشيء مسبب لمضار اللحمة. كولن كانسر اللي معرض أكثر دكتور، عادة بيكون متقدم بالسن، بأي عمر بتصيب؟ تقريبا الكولن كانسر بيصيب الإنسان بحدود العمر 50-60. بالمبدأ هو للخطيار، متوسط العمر بيكون بالستينات. بس بنعرف انه في عندنا اجمالا الدراسات انعملت عند اشخاص بتصور من الخمسين وما فوق، عند كل الاعمار، لانه بنعرف انه في كمان مسببات وراثيه للكولون كانسر، مش بس طريقه الاكل. واحدة من الاشياء العمر، كل ما بنكبر بالعمر بيزيد الريسك تبع الكولون كانسر. اثنين، في مسببات وراثيه، يعني بنخلق مع جسم عم بكون عنده مشاكل جينيه، المشاكل الجينيه ممكن تولد بوليب بقلب الكولون، هالبوليب بعرض للكانسر. والعالم اللي عندهم تشوهات جينيه ممكن يعملوا كانسر كولون على عمر كثير مبكر. صح. فينا نشوفه على عمر 30، فينا نشوفه على عمر 40. هيدي الشغله كثير مهمه نعرفها. في احيان في امراض بقلب، التهابات بقلب الكولون، مثل التهابات الامعاء يلي بتكون ملادي دوكرون وريكتوكوليت، كمان بتعرض لريسك الكانسر الكولون. يعني مش بس نوعيه الاكل، في عدة عوامل، وفي احيان هو تراكم كل هالعوامل مع بعضها، مثل ما قلت بالسابق انه اذا عندنا انسان نسبه الاصابه تعلى اكيد عند الشخص، بزيد نسبه الاصابه. مشان هيك شغله نحن ما بنعملها كثير بلبنان، ما بنروح نعمل ديبيستاج، وديبيستاج لكانسير الكولون يعني الكشف المبكر عن كانسير الكولون. عم نحكي كولونوسكوبي؟ كولونوسكوبي كثير قليل تصير بلبنان، اكيد ديبيستاج. أي متى لازم نعمل هذا؟ لازم نعملها أبارتير من بعد عمر الخمسين، إذا ما في عندنا مسببات عائلية، إذا ما في عندنا تشوهات جينية عائلية وعارفين فيها. إذا مرة بالسنة فيها بعد عمر الخمسين؟ بس مرة؟ نعملها أول مرة، إذا كان الكولون كتير نضيف نعملها بعد 5 سنين، إذا بعد 5 سنين تانيين الكولون نضيف ما في أي شيء نعملها بعد 10 سنين. دونك إذا الإنسان عايش لعمر 70 بيعملها عند النساء وعند الرجال. بدنا نعرف إنه الكانسير الكولون هو كانسير شيوعه صار كتير أكتر. عم نشوف أكتر. دونك هو تقريبا اذا بناخذ الجنسين النساء والعوارض، لانه ما بتظهر بالمرحله المبكره، يمكن هيدي ما بتظهر العوارض بالمرحله المبكره. مزبوط، لانه في احيان يعطينا تنزنز دم دون ما نقدر نلاحظه ودون ما نقدر نعرف، يعني عوارض تشبه امراض اخرى بنفكر أمراض فيها أخرى. قبل في يجي مرض السرطان، في يجي بوجع شوي بسيط بالبطن دون ما نعطيه اهميه. يعني وقت تصير يحكي عنه احيانا بنلاقي بمرحله متقدمه، وهالشيء نحن ما بنحبه. يعني خلاصه حديثنا اليوم دكتور انه باعتدال اكيد نتناول اللحوم الحمراء ونعرف كيف نطبخها وقد ايه الكميه اكيد اللي نتناولها، الى جانب نظام غذائي كمان متنوع ونظام رياضي سليم كمان 100%. شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات القيمه. شكرا، اهلا وسهلا فيك. وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل مع بوكس بعد هالبريك. We'll be right back.